اهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى هذا العدد الجديد من سبور شو وسويعه. نرافقكم خلالها ان شاء الله سويعه رياضه باش نحكيو فيها اليوم على كره الطائره، كره اليد وايضا كره السله. صحبه ضيوفنا هشام الكعبي لاعب الترجي التونسي، مرحبا بك هشام. مرحبا بك، مرحبا بجميع الساده المشاهدين والمشاهدات. ليس سعيد الاخصائي في كره اليد ومدرب كره اليد، مرحبا. مرحبا بك ومرحبا بكافه الساده المشاهدين. مراد ريدان الاعلامي المختص في كره الطائره، مرحبا مراد. مرحبا بك ومرحبا بكافه المشاهدين. مرحبا بكم اذا مشاهدينا الكرام مره اخرى. قبل ما نبداو في فقرات حصتنا اليوم، نحب نبدا في البدايه بالترحم على روح الرياضيه التونسيه. اي قزقز لاعبه المنتخب التونسي للاشرعه واصغر مشاركه في الالعاب الاولمبيه طوكيو 2021، ان شاء الله ربي يرحمها وان شاء الله ربي يرزق اهلها وذويها جميل الصبر والسلوان، وإن لله وإنا إليه راجعون، إن شاء الله ربي يرحم آية الرياضية التونسية اللي وفاتها وجعت الرياضيين وجعت التوانسة الكل بصفة عامة. كما قلت لاعبة المنتخب الوطني التونسي للأشرعة واللي كانت رفقة توأم متاعها أصغر زوز رياضيات شاركوا في الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، إن شاء الله ربي يرحمها وإنا لله وإنا إليه راجعون. يلا نبدأ حصتنا اليوم بالكرة الطائرة وبتتويج الترجي الرياضي التونسي ببطولة هذا الموسم. الترجي الرياضي التونسي أول الفرق اللي تتوج بالبطولة في الرياضات الجماعية. تفرجوا في التحقيق هذا على تتويج الترجي الرياضي التونسي مع إسلام بن صالح وعلي الحراثي. تواصل سيطرة الترجي الرياضي محليا في الكرة الطائرة بعد إحراز لقب البطولة 2020 في تاريخه، ليحافظ بذلك على التاج للموسم الخامس على التوالي. شز 5 شامبيونات ورا بعضهم، أنا نحكي ما يستاهل جملة. معناها بعد برشا تعب وبرشا مجهود من ستاف ومن الجوارات، الناس الكل كانت حاضرة، يعطينا الصحة على المجهود هذا وإن شاء الله جاي خير. مع بداية الموسم كان من المتوقع وأنه فريق باب سويقة مش باش يفرط في اللقب، خاصة وأنه يمتلك رصيد بشري يضم الأغلبية المطلقة للمنتخب، هذا بالإضافة لاستغلال غياب المنافسة بسبب الظروف المادية الصعيبة اللي تعيش فيها بقية الفرق. تشوف عمناه اللي الفينال اللي صار بينا وبين احنا بين صفاقس لعب على ثلاثة ماتشات كانت كل كرة بكرة، معناها قعدنا لآخر لحظة ما نعرفوش شكون اللي باش يهز البطولة. السنة ظهر لي من أول العام الناس كل حتى ترجي اللي هي في ثنية محلولة، ظهر لي الناس كل شافت اللي ما كانتش بطولة معناها في مستوى كبير ياسر. سيطرة الترجي فرضتها الأرقام اللي حققها في الموسم هذا، إذا عرفنا وأنه انتصر في 26 مواجهة وما ضيع كان 6 أشواط. أبناء المدرب ترافيتشا دخلوا المرحلة الأولى كما يلزم تحقيقهم 10 انتصارات وإذاعة شوط واحد ضد مستقبل المرسى. نفس الشيء في مرحلة البلاي أوف مع خسارة شوط واحد ضد مولدية بوسالة. يؤكد سيطرته المطلقة في السوبر بلاي أوف بانتصاره على ليتوال السي اس اس ومستقبل المرسى ذهاب وإياب وإذاعة 4 أشواط فقط. ما نجمش نحسب دونك لو كونتور كيما قلت لك مازال اللي يقايد. الحمد لله سي تري امبورتون انه تلعب في جمعيه تلعب على القاب وتزيد تكبر الخزينه نتاعها، وما هذاك شيء يقعد في السي في، يقعد في تاريخ الملاعبي، يقعد في تاريخ الجمعيه. المدرب الكروي
الكرواتي ترافيتش ارتفع عدد الألقاب ليه مع الترجي إلى 7، 3 بطولات زوز كؤوس ولقب السوبر واستعادة لقب البطولة الإفريقية مع إضاعة البطولة العربية. ترافيتش اللي خذا المشعل على المدرب فؤاد كمون سحب 9 ألقاب مع الترجي، مازال امامه زوز القاب اخرى وهي الكاس والبطوله الافريقيه الشهر القادم. This year for me for team don't easy very very difficult situation. بالنسبة لي أنا سناء الموسم ما كانش سهل، خاصة وأنه اللقب هذا تمنيته من غير هزيمة. توا لازمنا نكملوا نخدموا على لقب كأس تونس والأهم لقب البطولة الإفريقية، ونتمنى العام الجاي نكونوا متواجدين في كأس العالم للأندية. African Cup I hope in next years this club possible go play in the World Championship for club. جمهور الاسبيرونس مش نحكي عليه، تو ديما من اصل الدنيا هو يعاون ليكيب، والحمد لله السنه رجع كي رجع الجمهور هاك شفت عاوننا برشا الزيروج، وان شاء الله ديما كيك ان شاء الله ديما معنا. فانتاستيك انكريديبل فيري فيري اي فيري سربرايز. انا متفاجئ بصراحه وحتى من لعبيتي، وحاجه رائعه كي من لعبيه يلعبوا قدام جماهيرهم. فانتاستيك فور بلاين وذ فرونت دي سبورترز. ماتش نتاع كوره اليوم، ماتش شامبيونا، ديما هكا الاجواء في الترجي؟ ديما هكا ديما هكا، واحد كي يجي لاسبيرونس يتعلم يلعب سو ستريس، حتى لعبه ما بيناتنا معناتها تلقى فما موتيفاسيون، تلقى بطبيعه واحد ما يحبش يخسر. بيان سور اصحاب وكل شيء، ما نحبوش نخسروا معناتها حتى بين بعضنا ما نحبوش نخسر. ديما نلعبوا على الربح نحن، سواء اونترينمون سواء الماتش، هذا حاجه تزرع فينا. ان شاء الله نكملوا ديما بالبرانسيب هذا، وان شاء الله نكملوا نخدموا على ارواحنا. هذاك هو القوه نتاع الانترينمون، يلزم شويه عرك شويه شر نتاع تونترمون كاو هذاك، وان شاء الله معناتها في الاخر نقعدوا ديما اصحاب واخوات وهذاك هو السلسله. الترجي الرياضي سحب الارقام القياسيه في عدد الالقاب، انعش خزينته بالبطوله للمره الخامسه على التوالي، ليقترب بذلك من تحقيق رقمه القياسي في عدد البطولات المتتاليه في موسم 63-64 الى حدود موسم 68-69، اي 6 بطولات متتاليه. لكن يبقى التركيز الان هو المحافظة على التاج الإفريقي اللي استعاده الترجي في نسخة الفارطة ضد الزمالك واللي كان غاب عليه منذ 2014. ألف مبروك تتويج الترجي الرياضي التونسي. هشام، تتويج مستحق للترجي وعن جدارة تتويج الخامس على التوالي ودون هزيمة للترجي التونسي. صحيح، هو تتويج كان مستحق، عملنا الماتشات كل انتصارات، ما خسرنا حتى نقطة طيلة الموسم هذايا، لكن هذايا ما يعنيش أنه كانت سهلة سهولة مطلقة. صحيح هو من الاول كان الترجي الرياضي فافوري وكنا مرشحين فوق العاده باش نفوزوا بالبطوله هذيا، فيو ريشيس ديفيكتيف اللي عندنا والانتدابات اللي قمنا بهم في اول سيزون هذيا، وهذا شيء مشروع مع لانه النادي يطمح انه يطلع المستوى نتاعو وانه ينافس على البطولات الاقليميه والقاريه. لكن هذايا كيما نقولوا الصعوبيه تكمن في السهوليه، دونك كي تبدا مستسهل البطوله ولا مستسهل ساعات المنافسين ولا ساعات يجيوك نهار اللي ما تلقاش روحك، سيرتو ليزادفرسير الكل يبداو تفقد شويه التركيز، معناها تفقد التركيز، تلقى روحك في صعوبات اللي لازمك تدارك روحك في وسط الماتش، سيرتو كونه ليزادفرسير الكل يسدون افون كونتر ليسبيرونس، يقول لك ابريتو نلعب كونتر ليكيب ناسيونال، الناس الكل باش توري رواحها، الناس الكل باش تعطي افون وسون ستريس، داخله في الربح خارجه من الخساره، ابريتو باش يلعب داخل خاسر، هو يقول لك انا كان ربحت عملت اكسبلوا كبير. هذه لهنا تكون كانت لنا معناها حافز باش نكملوا سيزون كامله، نخدموا على رواحنا ومن نعطيو كل جمعيه حقها وكل منافس نعطيوها قدره باش نكون باش دائما ما كنا باش نفوزوا بالبطوله بسهوله. مراد، الاستراتيجيه اللي ماشيين فيها مسؤولية الترجي الرياضي التونسي توا عندهم
سنوات اقتناص افضل اللاعبين اللي يخرجوا في البطوله التونسيه، خلى كما قال هشام توا تقريبا الترجي هذا التونسي عنده منتخب تونسي ماهوش فريق، وعادي جدا انه نلقاه في الترجي في الاخير. ترجي متوج ببطوله دون هزيمه وعن جداره. بالفعل هو ليس بذنب الترجي في الحقيقه، وما الترجي هو كفريق محترف يحضر الموسم نتاعه بصفه مبكره، يقوم بتدعيم رصيده البشري، بقيام بالانتدابات الموجهه كما نشوفوا السنه هذه كان استخدم الياس القرامصلي واسماعيل معلم الدسفيقسي، السنه الفارطه انتدب احمد القاضي وحمزه نجا، باعتبار الحاجيات اللي يحتاجها الفريق. وكما قلنا ثراء الرصيد البشري، الترجي ولا عنده تقريبا زوز معناتها فرق في نفس الفريق معناتها بنفس المستوى، كان نشوفوا في نفس المركز نلقى زوز لاعبين او ثلاثه بنفس المستوى. هذا من شانه باش يخدم مصلحه الترجي، لكن في المقابل صحيح معناتها النكهه الضرب في الرق الاخرى ويمكن بطولة. شويه بالمنتخب زاد المنتخب بطبيعه الحال، اي بما انه ما عادش فما منافسه كبيره، ما عادش فما شويه كبار يقرب منه الترجي هكا، والانديه الاخرى خاصه الانديه اللي كانت عندها تواريخ وكانت هي في المواسم الاخيره اللي كانت ينحصر السباق والمنافسه بينها وبين الترجي تراجعت. نادي الصفاقسي شهد خروج اربع عناصر اساسيه، النجم الساحلي تقريبا قاعد يعول على عناصر شابه من قادمه من سنة في الاواسط والاصاغر، هذا من شانه يخلي فما معناتها هيمنه قطب واحد وهو قطب الترجي. الترجي هو معناتها من البدايه الى النهايه معناتها مسيطر سيطره واضحه على سباق البطوله. هشام ما يقلقكمش فماش برشا منافسه على التتويج هذا الا في بعض المباريات؟ هو ينقص مشارم الحقيقه، وينقص مشارم، لكن كما قلت لك هو هذايا نجم يكون عندي شويه تفسير، انا عندي لوم زاد في 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 المقابل في الجمعيات. هو ما نجم حتى حد يلوم الترجي، هذا مشروع الفرق الكل تلعب من اجل التتويج، يحب يقوي الفريق نتاعه، هذا اعمل كيفه، اللي باش يلوم على الترجي لازم يعمل كيفه. وهو توا سنتين التالي كنا مستوى متقارب، ممكن حتى كان سي اس اس كان اقوى منا سور بابي، واحنا معناها عرفنا كيفاش نغلبوهم في الدوبلي هذاك. يمكن السي اس اس زادت معناها يمكن بخلهم باش يزيدوا يصرفوا ولا ينتدبوا وسلموا في ملاعبيتهم مالوريزمون، ولا ليتوال كيف دونك. الحقيقه يمكن نجاح الترجي وقت اللي كانت الفرص متكافئه هو اللي رجح كفه الترجي حاليا، اللي هو خلى الجمعيات الاخرين معناها يقول لك انا نصرف اكثر من الترجي وما نهزش بطوله، فرخوا والترجي معناها استغلت الموقف هذايا وانتدبت اللاعبين اللي هما زاد اللاعبين حق مشروع انه يطمح انه يلعب في جمعيه تلعب على الالقاب القاريه ولا الالقاب الاقليميه، ويقول لك انا ابيتو باش نلعب في جمعيه تلعب على شامبيونا واللي نورمالمون شامبيون من اول سيزون. هشام المزيج ما بين الخبره نتاع برشا ملاعبيه في الترجي التونسي والملاعبيه اللي قاعدين يدخلوا توا شبان في الترجي، كانه فما تفكير ايضا في مستقبل الترجي هذا التونسي. صحيح احنا من الاول استراتيجي دو كلوب كونه معناها نعملوا الميلانج ما بين الخبره وزاد مهم طبعا ما ننساوش مستقبل النادي. توا بحول الله باش تدخل الترجي في مرحله انتقاليه، ممكن بعد خروجي انا ومهدي بشيخ ممكن السنه القادمه فما زورات اخرين بتاتر باش تخرج، لكن فما ملاعبيه اللي محضرينهم ان شاء الله في الجينيراسيون الجايه اللي باش تكون هي باش تاخذ المشعل وباش تقود الترجي الرياضي وباش تتشبع بالعقليه هذه نتاع الالقاب ونتاع الانتصارات والعقليه الفير بلاي سورتو. مراد برشا ملاعبين شبان قاعدين ياخذوا في بلاصتهم في الترجي التونسي كانهم حضر روحوا الفريق كما حكى هشام للمرحله ما بعده هو ما بعد بالشيخ وغيره. اكيد هو الترجي القوه نتاعو على المستوى الفني هو وجود لاعبين لاعب مؤطر كما نشوفوا هشام الكعبي كما مهدي الشيخ اللي وجودهم ضروري معناتها في الميدان، حتى كان مش قاعد متواجد بصفه رسميه او بصفه اساسيه في التشكيله الاساسيه قاعد يعطي على مستوى البنك على مستوى التاطير، عباره عن مدرب معناتها يدوي على مستوى البنك، سواء مهدي وسواء هشام بالخبره نتاعهم بالتاطير نتاعهم بالتواصل مع اللاعبين، هذا يخلي في الترجي
فما التلاحم والتواصل بين اجيال كيف تشوفوا محمد يوسف وهشام، متى هشام اخير مؤثر لمحمد ولا حمزه اللي كان عزز الفريق، هذا بتشجيع ودعم هكا، وهذا معناتها هنا تكمن قوه الترجي في وجود مزيج من اللاعب الخبره واللاعب الطموح. هشام يمكن توا الترجي مع خمسه بطولات متتاليه مع بطوله دون هزيمه، الطموحات يظهر لي باش تمشي اكثر للتتويجات الخارجيه، هوني نحكي ونرجع شويه يمكن للكوب اراب، يمكن قله المنافسه، تنجمش تقلق هوني الترجي هذا التونسي في المنافسات الافريقيه ولا العربيه والاقليميه اللي يشارك فيها؟ صحيح في الـ في الـ في الكوب اراب الاخرانيه كان نسق نتاع البطوله معناها طايح برشا، وذاك اللي اثر علينا برشا، سورتو كان تشوفوا لاحظوا المباراه كان معناها فزنا بشوطين بسهوله، ومن بعد تحس اللي ما عندناش دي ماتش كبار في سقينه اللي خلينا ننهزموا في المباراه هذيك ب3-2، وما كانش فما في وسط الشامبيونات الريزيستانس اللي خلاتك تستانس بها وتلعب في الشامبيونات. الشيء يمكن توا تبدلت شويه الوضعيه لانه دخلنا في مرحله التتويج، والمباريات الكل اللي لعبناهم كانت مع الفرق اللي تلعب على التتويج، نيفو تنجم تقول طلع شويه بارابور اللي كنا نلعبوا فيه في المرحله الاولى نتاع البطوله. هذا ان شاء الله نتصوروا انه باش يساعدنا في البطوله الافريقيه، ولو انه زاد البطوله الافريقيه باش تلقى فيها فرق ضعيفه جدا من معناها اللي هي زاده باش تقلق شويه، معناتها باش تلقى روحك تلعب في مباريات كبار مع تقدم الادوار. استنى الدومي فينال، استنى الفرق المصريه في الدومي فينال والفينال، ان شاء الله نكونوا حاضرين بالكدا بالكدا افيك ريشيس ديفيكتيف اللي عندنا، ان شاء الله نكونوا جاهزين ونحاولوا نحافظوا على اللقب نتاعنا، وان شاء الله نتمناوا ان اللقب هذا يهزنا لبطوله العالم للانديه ان شاء الله. سي مولاد سلاح ذو حدين، الترجي الرياضي التونسي قوى روحه برشا في البطوله بعد عن الناس الكل، المستوى بعد عن الناس الكل في البطوله هذه اللي ساهم باش تكون بطوله ضعيفه، باش ما يكونش فما تنافس كبير، الشيء اللي اثر على الترجي التونسي في مشاركته الدوليه. هو تاكيدا الكلام هشام هو غياب النسق خلال المرحله الاولى البطوله العربيه اللي تمت في شهر فيفري، كان ترجي يفتقد النسق، معناتها ترجي ما خاضش مقابلات ذات طراز عالي، اللاعبين مازالوا ما تأقلموش على الميدان، وحاجة أخرى هي الترجي كان معناتها فوت أو مرة بجانب حدث معناتها باعتبار أنه كان فائز بشوطين لصفر، ثم هنا كما قال هشام ممكن غياب التركيز، فترة الفراغ للترجي ربما تعجل الفوز، تسرع وقوع في أخطاء خلته يفوت على نفسه معناتها فرصة التتويج بلقب عربي، وكما نعرفوا احنا المستوى نتاع البطولة العربية هو اقوى من البطوله الافريقيه باعتبار ان خاصه الانديه الخارجيه ما تكون مدعمه ومعزه الفرق نتاعها بلاعبين اجنبيين معناتها من كوبا من برازيل من صربيا، معناتها المستوى يكون من طراز عالي، ونتوقع استاذ في البطوله الافريقيه باش يكون المستوى ايضا معناتها مستوى فني عالي مقارنه بالبطوله الافريقيه للسنه الفارطه باعتبار مشاركه الاهلي المصري والزمالك، وهذه من شانه باش تعطي نكهه لسباق البطوله الافريقيه. هشام درافيتشا المدرب نتاعكم، شنو الاضافه شنو اللي زادوا بارابور الفتره اللي عديتوها مع فؤاد كمون واللي نتمناو له شفاء عاجل بالمناسبه، وكان اجرى عمليه جراحيه ان شاء الله لاباس سي فؤاد، شنو اللي زادوا المدرب هذا بارابور البريود اللي عديتوها مع فؤاد؟ ساعة نتمنوا الشفاء العاجل لسي فؤاد كمون، مدرب متميز ومدرب متخلق وتجمعوا علاقه طيبه بجميع اللاعبين. يمكن اللي تبدل في الخدمه مع ترافيتشا بارابور سي فؤاد كونه الوضعيه تقلبت، سي فؤاد كان في مرحله صعيبه من بالبطوله، وكانت جاء الكوفيد وكل شيء، وترجي معناها خمم باش يطلع بالي اخر نحو العالميه، وقوى برشا الافكتيف نتاعو، دونك الى معناها المسؤولين خيروا انهم ينتدبوا ترافيتشا، هذا ما يقللش من سي فؤاد كمون زاد اللي توج معنا ببطولات عديده، وكان توج معنا حتى بالبطوله الافريقيه والبطوله العربيه، وعشنا معاه ايامات باهيه. 9 ألقاب مع ترجي فؤاد كمون. صحيح، هو سي فؤاد كمون انسان جدير بالاحترام، والحقيقه عشنا معاه ايامات حلوه، انا بيرسونيلمون ما خدمت معاه في الاسبيرانس، وهزينا برشا القاب وعشنا فترات
باهيه. جات جا الوقت اللي مشى على روحه توا الى بريسا سواريتات ومرتاح في لاهي بصحته ان شاء الله كما قلنا ربي يشفيه. توا الخدمه مع ترافيتشا ان شاء الله باش الاوبجيكتيف كانوا معناها نطلعوا بالبالي بتاعنا ونحاولوا نسيطروا على الهيمنه على البطولات الافريقيه والاقليميه. ان شاء الله توا قاعدين ماشيين في الشيء هذا، توجنا بالبطوله الافريقيه مالوريزمون انا خسرنا البطوله العربيه، ان شاء الله نكملوا البطوله الافريقيه الجايه وتكون تتويج للخدمه هذه ان شاء الله. وبالنسبه لك انت على المستوى الشخصي البلان كارير نتاعك والاستراتيجي نتاعك شنو ناوي هشام؟ بون انا بيرسونيلمون مالوريزمون هذه اخر عام ليا في كلاعب في الترجي الرياضي التونسي كلاعب كرة طائرة، باش ان شاء الله باش نعتزل سناك هو العمر قرار نهائي العمر ولا الرغبة ما عادش ولا الصحة ولا شنو بالضبط؟ هو البوست نتاعي يتطلب برشا برشا ايفور فيزيك اللي معناها بتتر بالعمر واحد ينقص شوية في الايفور الفيزيك، وواحد ماذا بيه ديما يخلي العباد تغزل له بعين كبيرة ويخرج يعرف بارك الله 22 تتويج انت مع الترجي هو كي جيت نحسب بعد ما زميلتكم سالتني 26 اون فيت 26 انا ومهدي بشيخ كاكثر اللاعبين متوجين بالبطولات في تونس. فخور بالمسيره اللي عديتها كسوا مع المنتخب ولا مع الترجي الرياضي التونسي، فخور بالباركور اللي تعديت به الكل، فخور بالعلاقات وبالزماله اللي جمعتني باصحابي، فخور زاد اللي تلت مسيرتي ما خديت ولا ورقه حمراء في مسيرتي الكل. 17 سنه في الترجي الرياضي التونسي، عمري 12 سنه في المنتخب الوطني التونسي ولا ورقه صفراء والحمد لله. ان شاء الله الاجيال القادمه تاخذ مشعل، ان شاء الله الاجيال القادمه تعمل ما خير من الكارير اللي عملناها احنا. نتمنى الخير لكل جوارات الصاعده، ان شاء الله يتقيوا بالرياضه التونسيه وان شاء الله يكونوا خير سفير للرياضه التونسيه. يعطيك الصحه سي مراد، شنو رايك في الكارير تبارك الله اللي عداه هشام وزيت ان اكزومبل سويفر بالنسبه للشبان في الرياضات الكل مش فقط في الكره الطايره هشام؟ في الواقع هشام متى نموذج ومثال للاعب المحترف. انا تابعت هشام تقريبا منذ انتمائه للاصناف الصغرى المنتخب، كان في الاصغر ثم الاواسط، وتوج حتى في المنتخبات الشبان باكثر من مره بجائزه افضل لاعب. وكنت سافرت معه بطوله العالم في الهند 2005 هو واسكندر بنتارا، نتذكرك هشام ولا اي، وعدى بطوله عالميه من الطراز العالي. وفي الموسم هذاك انتقل للترجي، كان انتقل للترجي اثر نهائي في صنف الاواسط بين نادي ابو مهل بساتين فريقه، اللي وجه له تحيه واللي هو كان انجب العديد من اللاعبين كما يقولوا سيف حمام مروان غارسي وهشام الكعبي اللي هو ما شاء الله عمل معناتها مسيره متميزه. وهشام كان نموذج اللاعب المثالي متخلق في الميدان، اللاعب اللي عنده جرينتا وعنده حب الانتصار والعزيمه، وكان معناتها يحفز زملائه معناتها على العطاء وعلى البذل. وكما قال هو متى يخرج من باب كبير بعد مسيره ناصعه وثريه بالالقاب وتتويجات، ويخلي المشعل للزملاء اللي في نفس المركز نتاعو. ونتصور هشام متى من اللاعبين كما قلت لاعب مؤثر، نجم يخوض مسيره التدريب ونجم يكون فيه بروفيل نتاع المدرب الناجح، قراءته الميدان والخبره نتاعو، نجم يكون متى ياخذ السلم درجه درجه سواء يكون في الاطار الفني للترجي او في الاصناف الشبان. ونتصور كما قلت لك هشام من اللاعبين اللي نجم يكون يعمل مسيره تدريبيه هو ولا مهدي بن شيخ. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق هشام في مسيرتك التدريبيه. مشكور جدا على حضورك معنا، يعطيك الصحه. يتفضل كلمه الختام في نهايه يمكن الباساج الاخراني هذا اون طونكو جوار ان شاء الله بتاتر ان شاء الله في كما قال سي مراد ان شاء الله في مراحل اخرى من الكارير نتاعو واحد نتقابلوا ان شاء الله. لكن حبيت نوجه تحيه لعائلتي وبابا وامي واخواتي وعائلتي المكبره وزوجتي واولادي اللي وقفوا معايا وتعبوا معايا. الحياه السبورتيف راهي ماهيش سهله، نوجه لهم تحيه نقول لهم بارك الله فيكم يعطيكم الصحه. كلكم نعرفكم فخورين بيا وانا فخور بكم. يعطيك الصحة، شكرا لك هشام. قبل ما نغيروا الاختصاص من الكرة الطائرة لكرة اليد وترتيحها مع أخبار محترفينا في مختلف الرياضات خارج تونس مع عاطف جبالي ولطفي المهاجر. مع
مرحبا بكم في أخبار محترفينا لهذا الأسبوع، والبداية مع الفوت مهاجم المنتخب وقائد فريق سانتيتيان الفرنسي وهبي الخزري يوميا كل من فرانس 24 وراديو فرانس لأفضل لاعب إفريقي ينشط في فرنسا. نبقى مع تألق لاعب المنتخب وعيسى العيدوني يتم تكريمه من قبل فريقه فرانك فاروزي المجري بعد وصوله للمباراة رقم 50 في مسيرته مع الفريق، مع اقترابه من حسم لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي. نفس التكريم حظيت به سابرين اللوزي لاعبة نصور قرطاج مع نادي إكسيس لوار روتردام لوصولها المباراة رقم 100 في دوري الدرجة الأولى الهولندي للسيدات. في البوندسليغا الألمانية، متوسط الميدان الدولي إلياس خيري ساهم في انتصار فريقه المسابقات الأوروبية الموسم القادم. نادي المصري بورسعيد حقق بقيادة المدرب التونسي معين الشعباني انتصار مهم على نادي الأهلي بهدف 100% صنع تونسي إلياس جلاسي في التوزيع وهيثم العيوني في التجسيم يمنح 3 نقاط للمصري أمام الكبير الأهلي بأقدام تونسية. من كرة القدم إلى اليد، واللاعب التونسي وائل الشتي يساهم في عودة فريقه إلى الدرجة الأولى الفرنسية ستار ليج قبل 3 جولات من نهاية المرحلة الأولى لبطولة البرو ليج. 5 أهداف و6 تمريرات حاسمة هي حصيلة الظهير الأيسر محمد عزيز العايدي بالجولة 8 من مرحلة تتويج الدوري الصربي، قاد بها فريقه إركي ميتالو للانتصار بنتيجة 33-32 على فريق دوبوكا. نفس التألق عرفته لاعبة المنتخب منى جليزي في الدوري الروماني بتسجيلها بدورة 5 أهداف وتحصلها على رميتي 7 أمتار في الجولة 21 من الدوري الروماني. في كرة السلة، لاعب آخر يعدي في موسم استثنائي، نجم كرة السلة التونسية مكرم بن رمضان يساهم بالقسط الأكبر هذا الموسم في تصدر فريقه نادي بنفيكا للدوري البرتغالي بعد مرور 23 جولة وحصوله على أعلى تقييم في 2 جولات من الدوري البرتغالي، كذلك 3 مرات كأكثر لاعب فاعلية في البطولة، يؤكد الفورمة الكبيرة اللي مر بها نجم المنتخب التونسي. مراد، شوفوا توا نحكيوا على الأخبار متاع المحترفين في كرة القدم، في كرة اليد، ولو عندنا محترفين أيضا ممتازين حتى في الكرة السلة، نلاحظوا غياب الملاعبية متاع الكرة الطائرة، ما عندناش برشا ملاعبية خارج تونس، وحتى اللي برا ما همش في فرق كبيرة، ما همش قاعدين يعملوا في حاجات كبيرة برشا. بالفعل هو في الواقع ما عندناش برشا ملاعبية، مقارنة نشوف أنا موسم 2006 وصل عنا 6 لاعبين محترفين، غازي قدارة، نور الدين حفيظ، ومحزن بريري، وخالد بالعيد، وأمين بسترور. الموسم هذا عنا أيمن بوغر في نادي نوربون فرنسي، ووسيم طارة في البطولة البولونية، والاثنين قاعدين يقدموا في مستوى فني ممتاز، وهم حاجة لاعبين شبان سوى أيمن أو وسيم اللي غادوا ترجي معناتها من الأصناف الصغرى، وينتظرهم مستقبل كبير ياسر، وعندهم إضافة. وسيم كان قدم إضافة للمنتخب، نتذكروا في الدورة الترشيحية لعاب أولمبية، كيف كيف أيمن كيف كيف قيمة ثابتة وأداء وتطور معناتها بشكل ملحوظ. هو برشا من الأطر الفنية اللي دلت على المنتخب الوطني التونسي، ولا حتى المدير الفنيين يقول لك باش نطوروا الفوليوم تاعنا لازمنا نكثروا من عدد الملاعبين اللي يخرجوا خارج تونس ويحترفوا خارج تونس. مولا اكيد معناتها الاحتراف هو البوابه تاع نجاح المنتخب، مش احنا عندنا الاوبستاكل العقبه هي اللاعب ما نجم يكون حر في تنقلاته الا ما يغلق 30 عام، وهذا خلى برشا ملاعبيه معناتها تشوف كما حسني قرموسي قبل ومروان فهري وغيرهم ما عملوش مثلا مسيره احترافيه لبرا، وانا نجم نقول له مع الانديه شويه وكيف كيف متى هو المقابل المادي او العرض المادي بصفه عامه الانديه الاوروبيه في مرحله اولى ما يكونش متى مرتفع، هذاك يخلي اللاعب يلقى امتيازات متى محليا ويفضل باش يكون يمشي حتى يغامر ويخوض تجربه احتراف في الخليج اللي فيها مردود مالي، واللاعب في نهايه الامر يخمم في التأمين المسير الجانب الاجتماعي ويخمم في الجانب المادي وما يخممش في الجانب الفني والرفع المستوى. على عكس الكرة الطائرة، الياس عندنا برشا ملاعبية اليوم في كرة اليد قاعدين يتألقوا خارج تونس في الفرق بتاعهم، وهذا مهم برشا المنتخب الوطني التونسي اللي باش نجيو نحكيو عليهم بعد واللي قاعد يحضر في البطولة الإفريقية. أكيد جدا إذا نعملوا ستاستيك للقائمة اللي وجه لها دعوة سامي سعيدي للمنتخب الوطني للتربص في مدينة نابل،
من جملة 19 ملاعبي 11 عنصر ينشطوا خارج تونس. وكان عنده الإمكانية أنه يزيد يصدع أكثر. دونك حاجة باهية كما قال سي مراد يخلي المنافسة تكون حاجة باهية أيضا زاد في فرق كبيرة في فرق عندها أساميها وقاعدين يعملوا ويقدموا في مردود ممتاز بقى. آخر العنقود درمول في ألمانيا يقدم في سيزون اكسبسيونيل درمول. فوالا دونك كيكونوا ثم ملاعبية خارج حدود الوطن ثم أول حاجة الريتم تاع الاحتراف عقلية وذهنية تأثر على الملاعبي بدنيا بطبيعة الحال ثم منافسات كما قبيل كنت تحكيوا على كرة الطائرة والتنافس اللي مش موجود بين الجمعيات هنا كي نرجع لكرة اليد نرجع ثم تنافس في كرة اليد الكلمليك محمد معنا تشوفوا طريقة الحوار لكن في مخصص المنتخب الوطني التونسي نتذكر 2005 بعد بطولة العالم في تونس شفنا وسام حمام شفنا هيكل مجنم شفنا أنور عياد شفنا العديد من اللاعبين اللي احترفوا خارج حدود الوطن وساهموا في إشعاع كرة اليد إلى حدود 2009 و2013 مسيرة حافلة وتتويجات كبيرة على المستوى الوطني وكنشوفوا أحسن هداف في البطولة الفرنسية أنور عياد دليل على الكلام نتاعنا ودليل على قيمة لاعبيك يخرجوا خارج أنه توا طاح شوية مستوى المنتخب الوطني التونسي وكرة اليد بصفة عامة في تونس أكيد توقيت شهر رمضان ما عندناش برشا وقت ليس لكن تو نرجعوا إن شاء الله بعد رمضان السبور شو في توقيتها العادي في سهرية نهار ثلاثة نلقاو أكثر وقت باش نحلوا دوسي كرة اليد التونسية باش نحلوه كيما نفركوا الرمانة كيما يلزم خاطر واحدة من الرياضات اللي عطات برشا تتويجات ووصلت للعالمية في تونس عطات برشا تتويجات كيما قلت فرحة برشا تونسة ولكن في الآونة الأخيرة قاعدة تتخبط في برشا مشاكل وتعيش في برشا مشاكل ما كناش متعودين بها في كرة اليد إن شاء الله كيما قلت بعد رمضان تنحلوا كيما يلزم دوسي كرة اليد لأنه يلزم توا تتصلح كرة اليد إذا كان باش نواصلوا في الشيء اللي قاعد صاير فانه الحلول باش تسعى خلينا نرجع ونحكيو على البطوله الوطنيه اللي اجل الحسم فيها الى اخر جوله سيناريو مشوق جدا في البطوله التونسيه لكره اليد الجوله الاخيره باش تعرفوا من خلالها على البطل بعد مباراة النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي، شنو عملوا الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي قبل هذه المباراة الحاسمة في البطولة، البداية مع الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي مع هدير مزوغي، أنيسة الزواوي وأسامة بن حميدة. مباراة الزواوي كانت هامة للفريقين. وكانت آخر فرصة للنجم الساحلي للبقاء في السباق. مستوى المباراة كان متقارب في بدايته لكن اللي ميزها أكثر الاندفاع البدني للاعبي الفريقين والتقطعات في اللعب خاصة في ال 15 دقيقة الأولى خلى الاستبعادات بدقيقتين تكثر خلال هذه الفترة سواء بسبب خشونة في اللعب أو بسبب الكلام اللي يتلفظ به الجمهور. بعد ذلك الترجي بدا ياخذ الأسبقية شيئا فشيئا حتى وصل 4 أهداف 10-6 خذا على إثرهم المدرب سامي المستيري وقت مستقطع وأقحم لؤي مخلوف مكان وسام السلوسي من أجل إيجاد حلول هجومية أكثر لكن التسرع غلب على لاعبي النجم زاد على ذلك تألق الحارس محمد صفر وأيضا النجاعة الهجومية للاعبي الترجي لتنتهي الفترة الأولى على نتيجة 17-11 في الشوط الثاني شهدنا انهيار تام للنجم الساحلي وصل الفارق إلى 10 أهداف في البداية 22-12 ثم وصل الفارق حتى 15 هدف قبل 10 دقائق من نهاية المباراة 29-14 الدقائق الأخيرة عرفت عودة النجم الرياضي الساحلي كيف ما عرفت أيضا تألق الحارس محمد صفر اللي كان أحسن لاعب خلال المباراة. اليوم ما كنت أنا موجود كما أصحابي عاونوني حضرنا ماتش كما يلزم حضرنا الليتوال اللي ما عندهاش أقل من جمعتين الحين تربحتنا في سوسة ما لعبناش في الكونديسيون كيف اليوم تشوف الجمهور هذا اليوم ما تنجمش تقول كان لازمني نفرحه لازمني نكون صيد وخلي ياكلوني ولولا كثرة الاستبعادات بدقيقتين بسبب الجمهور كنا نشوفوا نتيجة أخرى للمباراة اللي انتهت بفارق 12 هدف 34-22 الحقيقة ملي خسرنا في سوسة معناها قعدنا بالحق كشعنا نترينيو وشعنا نترينيو بروح كبيرة صارت خسارة صحيح في سقية الزيت أما الحمد لله قعدنا نترينيو بالكدا حضرنا كما يلزم الحمد لله كما شفتوا اليوم ماتش كبير هذايا ماتش تعدى مازال ماتش
فينال شامبيونه، قدرة ربي باش نلعبوا ماتش كيما ماتش اليوم، قدرة ربي باش نتوجوا بالبطولة إن شاء الله. فيما يخص عودتي اليوم، كانت عملت سيونس واحدة معناها اونترينمون، ترانيت مرة وبرك، اليوم حسيت زادة بشوية وجيع، أما إن شاء الله بقدرة ربي في النهاية باش تكون موجود، وباش يكون ماتش كبير إن شاء الله نلعبوا كيما اليوم والبطولة تكون عندنا إن شاء الله. انتصار كبير للترجي الرياضي التونسي على النجم الرياضي الساحلي، ومباراة كبيرة برشا لمحمد صفر حارس الترجي، انهيار صراحة في المباراة هذه للنجم الساحلي ما كانش مفهوم رغم الصحوة في الجولات الأخرى والمردود الكبير اللي قدمه النجم الرياضي الساحلي طيلة الموسم مع مدربه الحارس الدولي السابق سامي المستيري. المباراة الثانية منافس الترجي في المباراة الحاسمة لبطولة هذا الموسم، النادي الإفريقي كان انتصر بدوره انتصار عريض على نصر الطبولبة. المباراة مع ذكر الزرافي محمد علي العواني ورياض الدريتي. أهداف مختلفة وبرهان غائب على المحليين انطلقت مباراة نصر الطبولبة والنادي الإفريقي. المدرب محمد مسعودي يعول من البداية على الحارس مروان السوسي في المرمى وعلى مصطفى في التنسيق مع دفاع صفر ستة تقليص خطورة منير عبد اللطيف ومحمد صالح جماعة. ثنائي الخط الخلفي لفريق نصر الطبولبة قلقوا برشا النادي الإفريقي. معطيات جعلت المقابلة متعادلة في بدايتها 2-2 3-3 ثم منعرج بعد 11 دقيقة لعب. في الشوط الأول أثر إقصائين لمدة زوز دقائق الأبناء يسر الغالي. النادي الإفريقي يستغل التفوق العددي ويتمكن حمزة المهذبي من الجناح من تسجيل 3 أهداف متتالية وهو الفارق اللي انتهى عليه الشوط الأول للضيوف 13-10. العزف كان منفرد في الشوط الثاني لزملاء مكرم سلامة اللي منذ دخوله كلاعب دائرة أعمل الفارق دفاعا وهجوما باش توصل النتيجة 16-10 للإفريقي بعد 5 دقائق لعب في الشوط الثاني. سرعة مع نسق عالي في الهجوم، دفاع مركز وحارس مرمى ممتاز، خاصيات جعلت أبناء باب جديد يحافظوا على نظافة شباكهم لمدة 8 دقائق كاملة في الشوط الثاني ويحققوا فارق 10 أهداف 24-14 في منتصف الشوط. المدرب المسعودي اطمأن على نقاط الفوز وأقحم زبير القوري، ياسين بوتفاحة، شفيق بوقديدة، سليم الهدوي وبهاء الدين القوبلي. التركيبة هذه حافظت على نفس فارق الأهداف في نهاية المباراة اللي وفات على نتيجة 37-27 للنادي الإفريقي اللي يبقى مراهن جدي على لقب البطولة. مباراة اليوم ما كانتش سهلة نوعا ما، الشوط الأول كان معنا يلعب معنا من ند للند، دونك خذينا الفارق في بداية الشوط الثاني خاطر بداية مهمة ياسر الشوط الثاني، وذاك عليها النتيجة كبرت والفارق كبر والحمد لله. إن شاء الله إن شاء الله هذايا نمشي واحدة واحدة حتى مقابلة الكأس. كما يعرفوا الناس الكل يدور الناس الرياضي بطبولبة، الحقيقة ما نكذبوش على رواحنا، عندنا إمكانيات معناتها محدودة بشرية، الحقيقة كملنا المرحلة الأولى اللي باش ترشحنا بها لمرحلة البلاي أوف، معناتها كنا معناتها في البيك نتاعنا، عندنا الحقيقة عدة إصابات، عندنا ثلاثة لاعبين مصابين، دخلنا مرحلة الحقيقة مرحلة البلاي أوف اللي عندنا رصيد بشري محدود برشا، لكن الحقيقة ماناش خاسرين، نقولوا ديما كان البيلون في الكل مش خايب. حكم معناتها في المرحله هذه وقفنا على معناتها على الامكانيات نتاع برشا لاعبين، شاركنا برشا لاعبين من فريق الاوسط، دونك بدينا في نخموا على المرحله الجايه اللي هي السنه المقبله اللي كانت لنا فرصه بها باش نقفوا على امكانيات برشا لاعبين. واحنا نحكيو على النادي الافريقي، حاب نتوجه بالتعازي لمحمد المسعودي مدرب النادي الافريقي على اثر وفاه والدته الاسبوع الفارت، ان شاء الله ربي يرحمها وينعمها. ما جاتش الفرصه ما حكيناش كره يد في سبور شو. ويا الياس عندنا مديده على جوله اخيره تحدد اسم البطل ومباراه اخيره مباراه حاسمه، سيناريو بصراحه ممتاز لبطوله هذا الموسم انه تقعد ما نعرفوش اسم البطل حتى لاخر مباراه في الموسم. قبل ما نجاوبك محمد على سؤالك في سياق اللي كره تلمنا وعائله واسره وبعد انسان يقبل كل شيء، نفس الشيء نقدم بتعزينا الحاره للمدرب التونسي المتالق في الفريق الغرافه القطري شوقي جديد على اثر وفاه والدته، نقولوا الله يرحمها. نرجعوا للقاء، نرجعوا للبطوله التونسيه، نرجعوا لبطوله التشويق. اول موسم هذايا بصراحه
الاخر لحظه ما نعرفوش شكون الفريق اللي مشي توج، المعطيات كله تقول البطوله في اتجاه اليمين ولا اليسار ما نعرفوش الاجابه، في اتجاه باب سويقه او باب جديد، بطوله متميزه. كنت واكبت اغلب المقابلات مع كنتي ومع اخت لمي على المستوى التحليل المقابلات، ثم تشويق على مستوى النتائج، ثم تسويق على مستوى البطوله. كي نشوفوا الجوله الفارطه ثلاثه معنيين بسباق البطوله، النجم الترجي والنادي الافريقي، خروج النجم من البطوله رغم اني انتصر على الترجي في سوسه وانهزم في الزواوي، قعد التنافس بين زوج جمعيات كبار النادي الافريقي والترجي التونسي على المستوى النتائج وعلى المستوى هذا الموسم. والتنافس الفضل فيه يعود للجمعيات الياس، باش نبداو واضحين، خاطر هما قاعدين يخدموا سواء النادي الافريقي ولا الترجي ولا النجم الرياضي الساحلي ولا الجمعيات الاخرين، ايضا هما قاعدين يخدموا، قاعدين يستثمروا في برشا فلوس، بينما الاستراتيجي على مستوى الاداري على مستوى ما عملناش نلقاو استراتيجي كبار، وكما قلت نرجعوا نحكيوا عليه. لذلك معناتها الاستحقاق راهو استحقاق الانديه اذا كان وصلنا ولقينا السيناريو هذا. يعطيك الصحه. نزيد نشوف الترتيب، نلقى الكلاسمون النجم الساحلي في المرتبه الثالثه، النادي ساقيت زيت اللي معناتها يقارع الكبار، يعني اكسبسيونيل زاد، تحيه ليهم ساقيت زيت اللي غيرت الخارطه الكرويه في كره اليد توا سنوات. فوالا دونك نصرة بولبا احدثت مفاجاه بلعبها البلاي اوف على غرار جمعيه حمات. نرجع للترجي والنادي الافريقي محمد علي، كي ستاتستيك بسيط نشوفوا اللي زوج جمعيات نفس السيناريو، يعني اثنين انهزموا في زوج مقابلات، اثنين توجوا بالمرحله الاولى كاحسن فريق، اثنين عندهم احسن خط هجوم، اثنين عندهم احسن خط دفاع، حتى على مستوى الاهداف هما متقاربين نفس الشيء برشا. فوالا الجوله الاخرى زوز انتصار ساحق على النجم الساحلي وجمعيه نصر طبولبا، زوز حاضرين كما يلزم للدور النهائي، نهائي بطوله بعد طبيعه دور نهائي. كي نشوفوا النجم النادي الافريقي دفاعيا قوي برشا، دفاعيا متماسك، عنده مجموعه فيها لحمه، ثم اونتونت بين الملاعبيه. الترجي التونسي عنده زاد بشري كبير، في كل مركز ثم اثنين او ثلاثه ملاعبيه، هذيك قوه الترجي الرياضي التونسي. يعني التشكيله الاولى والتشكيله الثانيه في الترجي ما تحسش ثم فرق، عكس النادي الافريقي اللي عنده مجموعه نتاع سبعه ثمانيه جوالات تسعه جروماكس ريدويت شويه اقل لي. لكن عندهم اونتونت كبير خاصه على مستوى الدفاع، احسن خط دفاع النادي الافريقي. الفريق تحسن مع محمد المسعودي اكيد اكيد جدا، اذا كان نشوفوا النتيجه ونشوفوا الاداء ونشوفوا اللحمه بين الفريق، اكيد محمد المسعودي مش ناقص خبره، ابن النادي الافريقي، لاعب منتخب، كان مدافع قبيل يلعب لاعب دائره، عنده الجرينتا، وجهها ومررها للملاعبيه نتاعو. هذا على المستوى التركيبه الدفاعيه بالنسبه للنادي الافريقي. الترجي الرياضي التونسي كي نشوفوا ثلاثه حراس من ولا سبقتني مباريات كيما هذوما وانت تحكي الياس، دور نهائي بطوله كيما قلت، مباريات اكيد اللي باش يغلط اقل فيهم هو اللي باش يفوز بالمباراه، ونعرفوا قيمه الاخطاء في كره اليد، كلك سواء اخطاء هجوميه والا دفاعيه، اللي باش يغلط اقل اللي يكون عنده حارس في فورما اكثر، وقيمه الحراس في مباريات كيما هكا. ويظهر لي الحراس الفرق قاعدين يعيشوا في انتعاشه في اخر مباريات السوسي في النادي الافريقي ومحمد صفار في الترجي. قاطع كلامك صحيح محمد، كي نشوفوا الامتياز لمحمد صفار في الجوله الاخيره ومروان السوسي في المقابله الاخيره مع طبولبا ياكد كلامك، ونزيدوا ناكدوا اللي نجم الساحلي مثلا في المقابله الاخيره ما دخلش كما يلزم في البطوله، حكيت على ديشي دكنيك، حكيت على الموفيس باس، حكيت على التمريرات الخاطئه، سبعه وسته تمريرات خاطئه بالنسبه لنجم الساحلي في الشوط الاول، هو الشيء اللي خلاه ما يواجه ما ينجمش يكون حاضر كما يلزم في مقابله الترجي التونسي. لقاء نهائي كما قلت بين الترجي والنادي الافريقي، المستفيد الاكبر هو الجمهور اللي مش يحضر في لقاء من اعلى طراز من الان. وحبيك كره اليد، مبروك للاشدر توقوا لهم بعد المباراه ان شاء الله. يا لي سنمشيو نحكيو شويه ولا نعديو مباريات كره السله، الناس المغرومين بكره السله، وكان قاعد لنا شويه وقت نزيد نحكيو شويه كره يد. زي المباراه الاولى اللي باش تشاهدوها هي مباراه ربع نهائي كاس تونس واللي جمعت النجم الرياضي الساحلي والاتحاد الرياضي المنصيري مع الفا عياز، ذكر الزرافي، انيس الزواوي وشكري الفرحاني.
ديربي ساحل في كرة السلة جمع النجم الساحلي بالاتحاد المنستيري في مباراة لحساب الدور ربع النهائي لكأس تونس. النجم الساحلي صاحب المركز الأول في مرحلة البلاي أوف لبطولة القسم الوطني A والعائد إلى البرو A بالعلامة الكاملة 10/10. يواجه جاره الاتحاد المنستيري صاحب المرتبة الأولى من بلاي أوف البرو A ب 18 نقطة. اليوم باش نشوفوا ماتش كونتر الشامبيون تاع الناسيونال 1 ضد الشامبيون تاع البرو A. ماتش حلو برشا، نصور ماتش كوب كيما قلت سيرا ماتش واللي ماتش يكون فيهمش معناها كما نقولوا احكام مسبقه. موازين قوى الفريقين ظهرت متباينه منذ بدايه اللقاء. عناصر الاتحاد المنستيري دخلوا المباراه بدون مقدمات او جس نبض، عناصر عندها امكانيات بدنيه وفنيه زاد بشري كبير ومتنوع، قدم مردود طيب باقل مجهود. فريق صاحب ثنائي الموسم الماضي ويتنافس على البطوله والكاس في هذا الموسم، ويتنافس كذلك على اللقب الإفريقي على عكس النجم الساحلي اللي لقى روحه يلعب في بطولة أقل درجة لكنه تمكن من العودة إلى قسم النخبة. أبناء ماهر خنفير لقوا صعوبة في مجاراة نسق لعب المنافس خاصة على المستوى البدني، محاولات فردية من بعض العناصر للرد على السيطرة الواضحة لزملاء رضوان سليمان. فترة أولى انتهت بفارق 10 نقاط 23 مقابل 13، في الفترة الثانية زادت عمق الفارق إلى 20 نقطة 57 مقابل 37، نفس الفارق وفات به الفترة الثالثة 82 مقابل 62. الاتحاد المنستيري لعب بكل راحة في هذه المباراة أمام منافس حاول يقدم الأفضل وفاز بنتيجة اللقاء 98 مقابل 78، ويترشح للدور نصف نهائي سعيا منه للحصول على الكأس الثالثة على التوالي. الحمد لله الأوبجيكتيف اللي حابين عليه وصلنا له، حابين نزيدوا نتنس شويه الله غالب، مي استناونا العام الجاي ان شاء الله جمعيه قويه برشا ان شاء الله. زوج جمعيات كبار، زوج جمعيات خوات، زوج لعبنا، انا لعبت في الاتوال وهو زاد لعب في مسير، معناها تشوف حتى في التيران بور فيو معناها الماتش الاهميه نتاعو، نضحكوا نفادلكوا نلعبوا اون سو دو فول. انا اخوي الكبير هذا مشرفني اني لعبت معاه ولعبت ضده، لعبت معه في مستير ولعبت معه في الإتوال وهذا شرفني، هزت معه كوب دافريك للنجم الساحلي. نحن بجكتيف فتاة معناها ما نجمش بسبعة ولد صغار معناها بالظروف الصعيبة اللي صارت سنين، معناها نحن نقولوا بجكتيف فتاة على الأخر، ربحنا ماتشات الصعاب كان مبروك لينا ومبروك سيدنا الاتحاد المنستيري. فريق الاتحاد المنستيري عين اللاعب الدولي السابق واللاعب السابق للاتحاد المنستيري والشبيبة القيروانية مروان كشريد في خطة مدرب مساعد. تجربة جديدة بما أني أنا ما زلت بديت ميدان تدريب هذا عندي أنا عامين، والله بعد الحقيقة الاتصالات اللي جاتني من الهيئة بتاع الاتحاد الرياضي المنستيري الحقيقة حسيتهم أنا إلى نسيس، أنا حسيتهم حشهم أنا بحب واحد كيف أنا في الجروب، ذاك اللي خليني نجي مع الاتحاد الرياضي المنستيري. حاول نعاون الملاعبية سيرتو في التيران خاطر تعرف الملاعبية كثرتهم لعبت معاهم قبل. مبروك الاتحاد المنستيري، اذا اللي قاعد يقدم في موسم كبير محليا وايضا قاريا بعد مشاركته الاخيره في البال واللي ما زالت متواصله ان شاء الله، وايضا موسم حقق فيه النجم الرياضي الساحلي الاهم اوبجيكتيفاته كما كانوا يحكيهم لاعبيه النجم الرياضي الساحلي اللي عاد الى مصاف الكبار في الكره السله. يلا نكمل معاك الياس في دقيقتين ثلاثه. اكيد المنتخب الوطني التونسي قاعد يحضر في البطوله الافريقيه مباريات وديه ضد المنتخب البرازيلي، مباريات هامه برشا على درب التحضيرات للبطوله الافريقيه اللي مش باش تكون سهله. كما حكيت في البدايه 19 لاعب وجه لهم سامي السعيدي الدعوه لدخول في تربص مدينه نابل، مشروع بزوز لقاءات يوم 14 ويوم 16 مع المنتخب البرازيلي اللي كان لعب زاد مقابله وديه مع المنتخب المصري منافسنا في الكوب دافريك، 19 ملاعبي معناتها حاضرين في تربص نابل، المهمه مش سهله،
المهمة تتطلب معناها تتضافر الجهود الكل كما حكينا في البداية. الملاعبين يوجه لهم سامي السعيدي الدعوة قدامكم مشاهدينا نفس القائمة نفس لو كان محمد نجم نحطوها بلان كروم ما عندناش برشا وقت باش نعطيو القائمة الكل خير مدام الياس يحكيها تفضل ياس. دونك ما فيهاش مفاجآت نفس القائمة نفس العناصر يعني اللي متواجدة دائما في المنتخب مع دخول بلال العبدلي وعلى مصطفى بعد تميزهم في البطولة التونسية عودة أسامة حسني بعد غياب طويل حاجة تفرح بطبيعة الحال الجهة اليمنى بنور مع أسامة حسني والأجنحة الثلاثة طارق جلوز محمد علي بحر وعصام رزيق دونك هذا هو جديد شويرف دونك المجموعة هذه اللي باش نمشيو بها الكوب دافريك ممكن مع تميز عنصر أو اثنين على غرار ريان زريات أو حازم باشا في القائمة الموسعة يعني استعداد لبطولة باش تشوف هالقائمة الياسة منقوصة شوية في بعض في بعض المراكز ذكرني مثلا منقوصه في بعض المراكز ما قلتش ناقصه بعض الاسماء قلت ناقصه شويه ناقصين شويه على في بعض المراكز انا سؤال انكاري قلت له محمد لانه نعرفوا قيمه الضراب في الظهير ممكن ما عندناش اللي يضرب البعيد كنت نجم نقول حازم باشا كنزيدوا نخدموا معها اكثر ولا رامي الفقيه نزيدوا نخدموا معها اكثر بصراحه هذاك اللي يخوفني انت تو عندك ثلاثه اظهر يمين وعندك زوج اظهر يسار جزيري جنرالمون متعودين يمكن العكس وفي نفس الوقت مهمش اللي معناتها ومهمش الضاربين الضاربين في الانجاجمون يجيب الخدمه مع دارمول افراد حشنا به في الدفاع اكثر دونك يزم يتبادلوا الاستراتيجي ويزم برشا خدمه في كره اليد يعطيك الصحه الياس ترجع بحذينا ان شاء الله ونحكيو اكثر في كره اليد مراد يعطيك الصحه مشكور جدا على حضورك معنا ايضا مشكورين ايضا مشاهدينا الكرام على متابعتكم دمتم اوفياء للوطنيه الاولى شاهي طيبه صباح الخير.